المشوار الثقافي والاجتماعي في مدينة القدس تحديدا وفي البلد بشكل عام. اختتم المجلس الثقافي البريطاني في القدس مشروع المواطنة الفاعلة، أو الجزء الأول من مشروع المواطنة الفاعلة، وهي مجموعة من الفعاليات والمبادرات الشبابية المميزة اللي بتكون هادفة وفاعلة في المجتمع الفلسطيني. للحديث أكثر عن المواطنة الفاعلة وعن المشروع الذي قام فيه المجلس الثقافي البريطاني، نستضيف اليوم السيد سعد الحلواني، مدير برنامج التربية والمجتمع في المجلس الثقافي البريطاني. يسعد صباحك. صباح الخير، صباح الخير لعموم أهل فلسطين، وصباح الخير لأهل القدس بصورة خاصة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. طبعا أنت من الصبح موجود عندنا وأخرناك. عادي. تمام. أستاذ سعد، خلينا نحكي بداية عن اسم المشروع، مشروع المواطنة الفاعلة. شو المقصود بالمواطنة الفاعلة؟ بالنسبة لنا مشروع المواطنة الفاعلة أو مبدأ المواطنة الفاعلة هو إعطاء الفرصة لكل من يريد أن يساهم في عملية صنع وإحداث تغيير في المجتمع. نعم. وبكل بساطة هذا هو التعريف بالمنحى العريض له. ما عملنا بنحاول نكون دقيقين وناخد إنه فئة خاصة غير عن فئة أخرى، لا، نحاول نشمل الجميع في عملية إحداث تغيير في المجتمع. كل من له رغبة ومن لديها رغبة، سواء كان عمره 20 سنة سواء كان عمره 60 سنة، يتفاعل ويعمل ويشتغل برؤيته الخاصة ضمن مجموعة من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. وهذا هو تعريف المواطنة الفاعلة بالنسبة للبرنامج اللي احنا شغالين عليه. البرنامج في عامه النهائي زي ما تفضلتي صار له شغال بفلسطين لمدة 3 سنوات. بالتعاون وبشراكة كاملة مع مركز العمل التنموي معا، وتم تنفيذه بجميع محافظات الوطن من جنين وصولا إلى خان يونس في قطاع غزة. هدفه الرئيسي هو إعطاء مساحة وفرصة للشباب والشابات وكل من لديه رغبة ولديه رغبة في إحداث تغيير في المجتمع بالفعل بالقيام وأخذ زمام مبادرة والعمل على إحداث ممكن أن نلاقي فرصته كان في هذا المشروع، مشروع المواطنة الفاعلة. على شو بيحتوي هذا المشروع؟ ما هي المستويات اللي مرق فيها هذا المشروع، او ما بعرف ايش بسموها خلال المشاريع اللي هي بايش ابتدى، بايش كان، شو كان في خلاله، بايش انتهى؟ احنا مشروعنا بصوره بسيطه جدا، احتوى على رزمه تدريبيه بتم التفاعل مع المشاركين والمشاركات معنا من خلالها على مدار 4 ايام. بس احنا دائما بنحكيها لكل المشاركين معنا انه عملكم ببلش مع انتهاء الـ4 ايام. نعم. الـ4 ايام هي فقط عمل على اعداد وتوفير مجموعه من الادوات للاشخاص. دائما بنوصفها احنا جميع المشاركين والمشاركات بحكم انهم اجوا ابدوا رغبه بالمشاركه بهذه الدوره، ابدوا رغبه انهم يعطوا وقت من عملهم ومن جهدهم للمساهمه في احداث تغيير في المجتمع. احنا دائما بنوصفهم احنا هدول هم الجوهره، والدوره اللي بياخذوها معنا خلال 4 ايام هي بتساهم بعمليه صقل هاي الجوهره، ابداء لمعانها اكثر خلينا نحكي. وبعد ما ينتهوا من الـ4 ايام ببلشوا المشاركين والمشاركات معنا بالعمل مع مجتمعاتهم، رجوعا الى مجتمعاتهم وتنفيذ مبادراتهم المجتمعيه. هذه الصوره اللي تم تنفيذ المشروع فيها على مدار 4 ايام خلت. نعم. وشو ابرز المبادرات اللي تم تنفيذها بالفعل وتم عرضها من قبل شباب وشابات فلسطينيات واخذوا زمام المبادره في تنفيذها بمساعده المجلس الثقافي البريطاني، وفعلا نفذت على الارض وكان لها الاثر الكبير سواء على المجتمع المحلي او على المجتمع بشكل عام؟ تم تنفيذ العديد من المبادرات اللي بيحضرني منها حاليا اثرها الكبير والتفاعل الايجابي من المجتمع. نعم. اللي قام فيه هي مبادره دار الايتام، حديقه دار الايتام في مدينه قلقيليا. احنا بس نعطي صوره للمشاهدين انه المجلس الثقافي البريطاني مع مركز العمل التنموي معا بنعطي منحه تاسيسيه للمشروع للمبادره اللي بيتم تنفيذها بقيمه 2000 دولار. نعم. والشرط الوحيد الموجود على هاي المنحه هو انه يرجع للمجتمع المحلي ويقوموا بتجنيد اموال وجلب اموال سواء كان على شكل عيني او على شكل مادي بما يوازي قيمه المنحه التاسيسيه. والحمد رب العالمين اثبتت هذه الطريقه على مدى انتماء المواطن لبلده. نعم. قدروا يقوموا جميع المبادرات قدرت تحصل المبلغ واكثر من منحه تاسيسيه. مدينه قلقيليه احنا جدا بنعتبرها مثال يحتذى به وبنفتخر فيه. تم تبرع بقطعه ارض لانشاء من اجل انشاء حديقه عامه للاطفال. نعم. الايتام. تم تاثيث الحديقه بكافه الوسائل المطلوبه وزراعيا كمان، بلغت قيمه التبرعات الماديه والعينيه غير قطعه الارض 41,000 شيكل مقابل 2000 دولار قدمها. في عندنا منحة
حملة حماية الممتلكات العامة في مدينة بن نعيم، نعم حملة بناء المواقف الانتظار للحافلات في قرية صوريف، في عندنا مدينة القدس خاصة، في عندنا حملة نعم أنا بدي أسألك وصول. شو هي أهم المبادرات في مدينة القدس مدينة تحديدا؟ القدس كان في عندنا مجموعة من المبادرات، أهمها كان في مبادرة البث الإذاعي لصوت الشباب على راديو أجيال، اللي هو برنامج عني بصورة خاصة بمشاكل شباب القدس، تم بثه على المدار الصيفية اللي فاتت 2012، نعم وهلأ في صدد إعداد لبرنامج ثاني تم العمل مستمر بدون دعم أو أي دعم منا، تم العمل بصورة خاصة إنهم يعودوا يعيدوا الكرة كمان دور بالنسبة لبرنامج بعنا بهموم شباب المقدسي بصورة خاصة. نعم في عنا حملة معك خبر اللي بتعنى بإعادة إنشاء أسماء القرى المقدسية والمواقع المقدسية لإعادة أسمائها العربية بدل الأسماء الإسرائيلية العبرية. في عندنا حملة أيام فرح ومرح لأهالي وأطفال سلوان بالتعاون مع نادي سلوان نعم كمان. كلها هذه المبادرات تم تنفيذها وتصميمها من قبل شباب وشابات أبناء المجتمع عايشينه وعارفين شو مشاكله، وقدروا من خلال المشاركة بهذا البرنامج إنهم ياخذوا سهم من المبادرة نعم وينطلقوا لخدمة مجتمعهم، وهذا هو الصورة الرئيسية نعم للمشروع. أستاذ سعد، وصل المشروع إلى مرحلة التنفيذ العام أو إلى الحملات الوطنية على مستوى الوطن، وهو حماية الموروث الثقافي. لو تعطينا نبذة صغيرة عن هذا الموضوع، راح يكون هذا آخر من مستوى من مستويات هذا ان شاء الله المشروع. راح يكون اخر مستوى بالفعل، اخر نشاط نعم ارتقينا انه نجمع خيره الشباب اللي شاركوا معنا في والصبايا اللي شاركوا معنا في على مدار الثلاث سنوات نعم الماضيه ويشتغلوا مع بعض ما بين قطاع غزه وما بين الضفه الغربيه، وصولا الى تحديد مشروع مبادره اوكي بيهتموا فيها المجموع الفلسطيني. كان المشروع بصوره مفاجئه بين النشاطين بين قطاع غزه وبين الضفه الغربيه حمايه الموروث الثقافي، وهذا احنا بصدد التعاون مع وزاره السياحه والاثار من أجل إطلاق المبادرة هذه، إطلاق الحملة هاي ببداية شهر إن شاء الله نعم بداية عام وطبعا 2014. هذه لازم يكون الأولوية كمان للقدس وللموروث طبعا الثقافي في القدس، طبعا حتى نحارب التهويد والأسرى طبعا اللي بنلاقيها في كافة الموروثات الثقافية احنا عندنا في المدينة. القدس لها عندنا حصة كبيرة القدس، واحنا من هذا المنطلق بالذات تم تنفيذ نعم الأسبوع الماضي شيء اسمه زيارة الشباب الدولية، اللي هو جزء مهم من برنامج المواطن الفاعل نعم اللي بيتم تنفيذه في 50 دولة في العالم وفي العالم العربي في 6 دول. فتم تنفيذ زيارة الشباب الدولية اللي استضفنا نعم فيها مشاركين من بريطانيا، بوسنة والهرسك نعم وسريلانكا وفلسطين، انطلاقا في القدس، ومن القدس نعم توجهت المجموعات لباقي أستاذ دول سعد الحلواني، مدير برنامج التربية والمجتمع في المجلس الثقافي البريطاني، يسعد صباحك يسعد وبالتوفيق صباحك. إن شاء الله في كل المشاريع والفائدة تنعم على كل المجتمع. شكرا لك، أهلا وسهلا يعطيك فيكم العافية، شكرا لك. مشاهدينا، سننتقل الآن إلى نهاية البرنامج طبعا للانتقال للبث المباشر من بيروت نقلا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونعتذر عن تقديم الفقرات الأخيرة من برنامجنا لهذا اليوم الأستاذ طالب دويك وإبراهيم جوهر. إن شاء الله بنلتقي فيكم الأسبوع الجاي، ولكن اضطررنا إلى أن نطلع على النقل المباشر من لبنان وقلب بيروت ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. شكرا جميعا لحسن المتابعة، شكرا لجميع من ساهم في إنجاح هذه الحلقة. بنلقاكم الأسبوع الجاي ويعطيكم ألف عافية. في سياسة تهجير أهلها مستخدمة